في شرارة القاعدة شلون صارت؟ والملف الأمني بيد الأمريكان. هي لا لا بالمناسبة هي بدأت تتعرف أفغانستان يعني بن لادن والظواهري وغيرها صح. والكويتي هذا المهاجر بدأت أسسوا لقوا قبل كل شيء دكتور قصي ترى ماكو شيء يصير بأي أرض أني أو أنت نسوي أو إذا ماكو أرض خصبة مهيئة لهذا الشيء. كانت مقاومة معركة الفلوجة معركة النجف هذه كلها مقاومة ومن يقول غير ذلك فهو واهم وكاذب. لكن بعد المقاومة صار بعد المقاومة أنا سافرت فترة إلى سوريا فالتقيت ويا أهل مناطق الفلوجة القرمل هذه فكنت أسمع قصص غريبة حول اللي يدخلون بوري بإيده ويكسرون أصبعه. تتذكر مال الطماطة والخيار حرام تتذكر التبريد حرام المي ماكو ثلج مي حار على بدوا يرجعون يتخيلون هي هاي السلفية يعني السلف يرجعون بدوا يعيشون يحاولون أن يعيشون فترة بداية الإسلام زين وشون كانت العقوبات ثم بعد ذلك أبدعوا في التفسيرات أكو كتب وأنا قلت لك هذا الموضوع يعني هذا يعني صح. أتوقع 10 حلقات لأن حتى لازم أشرح لك الكتب ومين أخذوا مثل هذه الفتاوى صح حتى يذهبون بالتكفير وغيره. من تكلمنا قبل اللقاء عن الرسالة اللي تذكر أبو مصعب الزرقاوي هاي ضروري الظواهري أي ضروري يسمعوها المشاهدين. فأني في وقتها كنت أحاججهم يا هذول الجيش والشرطة أنتوا ليش تتكتلوهم ما هو الأمريكان قدامكم موجودين والبريطانيون كان جوابهم هؤلاء يسمون الترس. قلت له شنو تقصد بالترس؟ قال لي الترس اللي طبعا دول المسجونين واللي بالقاعدة اللي كنا يعني نحاول أن نتواصل وياهم ونفتهم منهم إيش دي يصير. الترس هذا الترس اللي يحمي الصدر والجسم من الرمي فيقول إحنا وشي لازم نضرب الترس. شوف التفسير إيش قد خطر يلا نضرب الأصل يعني نضرب الدرع أول شيء والهذا مفلش يا ما هو الأصل مفتوح عندك رجليه مفتوحة رأسه مفتوح إيده مفتوحة زين. فوصلت مرحلة من التفسيرات خطرة دكتور قصي خطرة. وقلت لك من بالرسالة إحنا نفجر سأله هو يبدو أنه بين الزرقاوي والظواهري يبدو أنه وجه له مجموعة أسئلة لأن الرسالة اللي قرأتها أجوبة كأنه أجوبة فيبدو أنه أو فتاوي فتاوي ويبدو أنه من ضمن الأسئلة يقول له أنتوا تتفجرون تتذكر الأربعاء الدامي والثلاثاء الدامي وغير أنتوا تتفجرون بمناطق مختلطة صح قد يكون بها أغلبية شيعية مو بس مو بها سنة هم ساكنة. قال له الشيعي متفقين عليه راح يذهب للنار لكن السني ويا نيته إذا كانت نيته صافية ومخلص إلى الإسلام والعقيدة اللي نتبناها فسيذهب إلى الجنة. أما إذا كان ما مخلص وفي نفسه شيء آخر فسيذهب إلى النار. يعني احنا نسميها بالعراقي عامي شامي. اي هاي استباحة الدماء شلون صارت؟ هذه فلسفة هاي منين جوي بالفتاوي؟ وليش هاي الأرض الخصبة اللي تحدث عنها صارت بالعراق؟ بداية 2003 و4 مرورا إلى الحرب الطائفية. إلى أن وصلت إلى سوريا، لكن هي ابتدأت من هناك وصدرت إلى العراق. المخطط كان أن يقاتل كل إسلامي العالم الجهاديين. خلينا نسميهم في العراق. فبدأ هذا الموضوع من تنظيم القاعدة ثم في 29/6/2014 تحول إلى تنظيم داعش الدولة. هسه احنا داعش كلنا نعرف لكن خلينا نسميه التسمية اللي هم سووها تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام مختصرة هو داعش. أنت بالمناسبة إذا تقول قدامهم داعش فتقتل يعني خلي يكون بعلمك.